صباح الخير عليكم بنات، أتمنى تكونوا بخير وأفضل حال يا رب. الفلوق اليوم مرة حماسي بنات، شوفوا الفيديوهات اللي قبل كذا كلها انسوها، الأيام اللي راحت مرة كان نومي مخربط، جدولي مخربط. اليوم الحمد لله جدولي النوم ترتب، صحيت كذا من 5:30، خذيت شاور، ما فطرت طبعا، شربت موية بس لأني بروح الحين الممشى، قاعدة أجهز ملابسي، استخدمت المنتجات هذه. أول شي حطيت من بيكسي لما كذا جف، طبعا حطيته بأطراف أصابعي، بعدين حطيت فيتامين سي، والحين بطلع. ترى الحين ما في شمس كثير عشان كذا حطيت فيتامين سي، لو في شمس كثيرة ما كنت بطلع به. يلا خلنا نلبس نتوكل على الله. اليوم الفلوق نفس ما قلت لكم يجنن، خلاص أحس إني صحصحت. اليومين اللي راحت من جد والله إني كنت مش واعية، عارفين اللي أنام وأصحى وجدولي مخربط، بس يلا اليوم حماس، راح نخلص كل أشغالنا اللي تكركبت أيام العيد، ويلا توكلنا على الله. مبدئيا راح ألبس اللبس هذا، الكروب توب الأبيض أخذته من شي إم، والليجنز اللي تحت كنت ماخذته من بينك، له قطعة ثانية بس صراحة الجو برا يا بنات حر، ما يتحمل قطع طويلة، يبغى لكم كذا كروب توب ونصكم أو كات مرة حر. وهذه الشوز تكرمون أخذتها في رمضان من نايك. يلا خلنا نلبس نتوكل على الله. بسم الله. شايفين باقي الساعة 5:57، مرة متحمسة نترتب نومي، جدا جدا متحمسة، بحاول أحافظ عليه. كثير أحب الصباح لأنه أنا أشغالي أغلبها تتخلص الصباح، إذا تركتها خلاص يجيني طاقة سلبية، أحس إنه إياه لازم أترتب وأخلص أموري. يلا نكمل يومنا. بس كذا خلصنا المشي، الحين رجعت البيت، باخذ اختي وبشوف من بيطلع معانا، بنروح نخليها كذا تتدرب شوية على الباركينج، تلفف بالسيارة نفس ما قلت لكم اختبارها الأسبوع الجاي، الله يوفقها يا رب. بس والله جلسة انتظرهم، ودي إذا خلصنا التدريب إن شاء الله أروح مول مثلا، لعثيم مول كذا، أبي دايسو في أغراض أبيها من دايسو، أبي سوبر ماركت بعد كذا في أغراض ناقصة البيت، صابون شامبو كذا خلصت، بعد أبي دايسو. دايسو ترى ما أستغني عنه، يمكن ما أصور لكم دايما بس لازم مرة أو مرتين في الشهر أروح له، فغالبا راح أروح لعثيم مول بس بعد ما أخلص. ترى الحين الساعة 7 إلا شوية كذا، ما يفتحون إلا متأخر. أختي تقول أمس راحت العثيم كنت تبي أغراض، تقول ما فتح إلا يمكن يعني المحلات وكذا، ما فتحت إلا على 10:30 10:15. بس والله في انتظار البنات، اتفقنا كلنا ان بنجي نفطر هنا، فجايين عند جهة المطاعم اللي في حي الجامعة، بنروح المطعم هذا فطور الحوي، واكلاته كلها شعبية بس مرة زحمة هنا، فما ادري انه في مكان ولا شو السالفة، بنشيك اذا في نزلنا، اذا ما في بنبدل. احد تشيك وبتجي شهور. ها اسمعي، يقول بدون استارة تنتظرين ساعة بس، او مكان بالستارة ساعة ونص. اها شلون؟ لا احس اوفر ساعة، ساعة ونص يعني من لا خلاص امشي امشي. طلب واحد
نزلنا. أيوة. وعليكم هدي. ايوه. اثنين قرم مكياج كبار دي كام؟ ايوه. واحد ايس وايت. واحد ايس وايت مو كب مو. صحيح. تفضلي قدام. شكرا. ثانك يو. رجعت من برا، كان المفروض اني اروح سوبر ماركت، كان المفروض اني اروح دايسو، بس بعد ما خذيت القهوة كذا حمسوني البنات انه نرجع ونطالع مسلسل او موفي، فتحمست ارجع، قلت بعدين عاد اطلع. شوفوا في بنات كثير يسألوني عن عطوري، يسألوني ايش اسم العطر نفسه، فانا اقول بالعادة اني اخذ مثلا من ديور، من عود ميلانو، من كارتير، بس العطر نفسه انتو لازم تروحون تشمونه. المفروض انكم انتو تروحون للشركة نفسها تشموا العطور اللي تحبونها، ممكن العطر اللي يعجبني ما يعجبكم، ترى الناس تختلف أذواقها، حتى لو حسيتوا نمط حياتي يعجبكم أو يشبهكم ممكن يختلف في أشياء بسيطة. فحرام تحطين فلوس في عطر تطلبينه مثلا أونلاين وأنتي ما شميتي. بس للبنت اللي سألتني عن عود ميلانو كثير تسألني عن عطري عود ميلانو إيش اسمه، هذا هو، دقيقة أوضح لكم. بسم الله، شوفوا ما أدري إذا واضح لكم ولا لا، أرورا، هذا هو هو، والمسك حقه بس نفس ما قلت لكم أول، المسك حقه ما أنصحكم فيه، الغطاء حقه يبهذل. شوفوا شوفوا كيف غطاه، والله يا بنات والله يمكن ما استخدمته، شو كيف قرب يخلص، إلا مرتين أو ثلاث، والله يمكن ثلاث مرات بالكثير، حتى ثلاث مرات ما وصلت لها، غطاه يبهذل، يعني لو أحط شيء ويطيح ويجز كذا أجي ألقى نصه طايح برا. نصيحة لكم لا تشتروا من العلبة هذه، لو لقيتوا علبة ثانية خذوها، النوعية ذي سيئة. بس يلا باخذ قهوتي واطلع معهم وراح اتفرج لنا على شيء، بعدين برجع اطلع اروح سوبر ماركت واخلص اشغالي اللي ابيها، بس خلني اخذ لي بريك حلو كذا مرتب وارجع. جيت توني لعثيم مول زي ما قلت لكم، كنت ابي سوبر ماركت وابي دايس، وقلت اجي مره واحده هنا، ماني مطوله صراحه، ابي اقل من ساعه واطلع. تذكرون الزحمه اللي كانت هنا الاسبوع اللي راح؟ سبحان الله كل شيء له وقته وسوقه، الحين الدنيا فاضيه ما في احد، تسوق نادر ما تلاقون فيه احد. خلاص وصلنا دايسو، دايسو صراحه من اكثر المحلات اللي احبها. في بعد نفس ما قلت لكم مني سو بيفتح في الاحساء مول، بس ما عاد رجعت شيكت شفت فتح ولا لا، الايام الجايه لازم اروح اشوف. احب المنتجات الكوريه اليابانيه كذا، الاشياء الحلوه مره تعجبني. انا كنت ابي قطع كذا للبيت بوركم اياها، اذا رحت داخل هي اخر شيء اغراض البيت. شوفوا القطع اللي عندهم، شو هذا مره حلو،
شو هذا نفس الميزان، اذا بتركبون لواح او اي شيء مرة حلو. شوف عندهم هذا بعد، ترى اغلب منتجاتهم كانت 7 الحين صار 8.25، 8.25 عشان هلا. شو صمغ المسدس كل هذا بثمانية ريال، ترى كثيرة كميته. شوفوا اغلب المفكات السكاريب اللي هنا احنا عندنا نفسها. شوف المتر عندهم بعد بثمانية ريال. شو كماليات الحديقة أو الحوش، شو القطع هذا للشفاط، هنا قطع السيارة أو الدراجات النارية أو السيكل. شو هذه حلوة، أحس تصلح وقت السياقة لأنه الوجه اللي من برا أسود واللي داخل نفس المطاط نفس الرابل. شوفوا احسها حلوه، في ابيض اللي ما يحبون اسود لان اسود اتوقع انه يجمع الشمس اكثر الاشعه اكثر. في اسود ساده اسود وابيض وفي ابيض كلها 8 ريال. في هذه بعد حقه السياره حقه الشمس 23. شوف هالقطعه يحطونها عند السايق او عند الراكب، والله يا بنات اوقات اشوفها من بعيد احسبها رجال جالس، صدق انها وجه قطوة بس من بعيد والله تحس انه انسان قاعد. اشوف السيارة طافية وكل شيء ظلام كذا، فيصير كأنه بس وجه. شوفوا هنا الخديدات سعنونات اشكالها حلوة، يعني خلاص قطعة واحدة ما يحتاج تاخذون تلبيسة او شيء. سعرها هذي 23. في بعد هذول الوانهم حلوين، هذه لونها حلو دايسو، ترى اخذ منه قطعتين ثلاث بس احب انه اتفرج كل الاقسام اللي فيه مرة احبه. هنا هدايا حفلات، هنا تغليف. شوفوا هنا الركن هذا اموت فيه للكوكيز لل البسكيت لأي دايت، عفوا أي كوكيز دايت أسويه أكون أحطه في كذا، لأن الكوكيز اللي أسويه ما يكون دايت أو ما يكون صحي عادي ناكله في نفس الوقت، بس اللي دايت وبيقسمها على الوجبات لازم علب زي كذا. ترى أغلبها بثمانية ريال مرة حلوين. شو هذه حلوة بعد، حق تسوق يعني بتشترون من سوبر ماركت بتستخدمون هذه بلاستيك كوي او رحلات او بحر. هسه حلوه هنا قسم كامل كله لصحون التخزين، تخزين وجبات تخزين اكل، تطلعون يعني تاخذون اكل تطلعون بتحطون فيه تمر مكسرات اللي تحبون. يعجبني عندهم انهم احجام كثيرة كثيرة احجام مختلفة، في المقسم في اللي قطعة واحدة. شو بعد هذا، شو هذي البيض، شو هنا في احجام كثيرة منها نفس المعدن. شو هذه العلق اللي تغطون فيها الأكياس سواء شيبس أو بن أو مكسرات أو أي شيء كلها 8 ريال. هذه عندي نفسها تحطون فيها صحون عند الكورنر كوفي، الصحون الصغيرة اللي بتحطون فيها كاسكم شوكليتكم حلاكم. ما قد جربتها صراحة لانه اغلبها بلاستيك وانا علب المويه ما احبها بلاستيك احبها قزاز. شوف هذول حلوين مره حلوين، اتوقع قزاز اي قزاز.
مرة حلوين، تحطون فيهم مثلا شوية يوغرت، تحطون شوفان، تحطون مكسرات، تحطون مثلا فراولة، توت، أحس حلو الفطور تجهزونها من الليل، أو تحطون مثلا شوية شوفان مع شوية موية أو حليب وتحطونها في الثلاجة، شوية بذور شيا، بذور كتان تحطونها داخلها تخلونها لليوم الثاني، أحس يطلع حلو. شوفي حجم أصغر. هنا كله صحون اندومي، تشوبستيك، القطعة اللي تسوون فيها السوشي. شو هذه القطعة اللي تسوون فيها السوشي؟ شو على 8 ريال؟ ترى المحلات تبيعها على 30 40. لا خذوها من دايسو او اي محل كوري او ياباني. تشوبستيك وينه؟ ما قاعد اشوفه. هذه اتوقع طوب سيارة. سألت الموظف يقول لي الشوب ستيك مخلص ما فيه. شو هذه؟ تعطيكم منها قزاز وصرة بلاستيك. شوفوا الجمال، عندي نفسه بس أزرق أزرق، وتوقع منقط مش ورود اللي فيه، بس مرة حلو، حلو للشاي الأخضر، للزهورات، يكون بداخله زي المصفى. سعره 30. شو ناس كده مرة حلو. أصوركم أهم الأقسام، بأخذ أغراض اللي أبيها وبحاسب، ويلا رح سوبر ماركت بسرعة. بكون كذا تعبانة وفيني نوم، يبيني أوريكم أغلب الأشياء اللي أخذتها. أشياء للبيت نظافة، أخذت أشياء للسيفون، أغلبها للسيفون، الروائح الحلوة تحطونها داخل السيفون تسوي ريحة حلوة تكربون. أخذت منها 4 حبات مرة حلوة لما تحطون قطعة داخل السيفون، مرة حلوة. خلي أوريكم بعد شو أخذت. بسم الله، شكلي غريب وانا اوريكم، بس انا عارفه اذا رحت البيت بوزعها ما بتكون فيني حيل. اخذت هذه بعد السيفون، شو داخله؟ نفس الصابون ريحتها حلوه، اخذت منها حبتين هذه بس، واخذت 4 حبات نفتالين بس وبس. والله يلا خلنا نروح السوبر ماركت نخلص شغلنا. ما ادري ليش يقفلون بس مدخل واحد. أول شيء ببدأ بالشامبو، ترى أكثر شيء أحب الشامبو اللي يكون كذا شفاف، أي شامبو عادي بس يكون شفاف. بعد في نوع خبز، أكثر شيء جيت العثيم هذا، ما رحت العثيم اللي يكون عادي في الحارة، لأنه في نوع خبز مش متوفر لهنا. خليكم أوريكم يا بنات، يجنن يجنن للدايت، الأكل الصحي مرة حلو ولذيذ، ومش دايم متوفر، في أوقات في السنة ما يكون موجود، ولا أغلب السنة موجود، بس في كذا 2 3 شهر، لأن اللي يسويه عمال مصريين، فإذا جات إجازتهم السنوية خلاص ما يتوفر. إحنا غالبا نأخذ منه كميات ونحطه في الفريزر إذا عرفنا إنه الإجازة بتجي. خلي أوريكم إياه. شوفوا هذا هو يا بنات، بريالين ونص، يكون في 3 حبات، مرة حلو مرة حلو. مع الزبادي جنن، مع جبنة الوزن الحامضة حلو، مع اللبنة كثير لذيذ ويشبع، عرفت مليان ألياف. بس أغراضي بحاسب وأطلع، غالبا بروح جهة المطاعم ناخذ أكل. جينا معك هنا بناخذ أكل، لأنه بس كذا غدا متأخر على عشاء، بس ناخذ اكل وبروح البيت على طول. ما ادري ناكل هنا ولا في البيت، ما ادري، بس المهم انه بنطلب الحين نمشي. هذا هو اوردرنا، ننتظر بس يخلص. خلاص اخذنا اكلنا، بس والله البنات راح يغسلون ايدينهم وجايين، جالسه انتظرهم. كذا خلصنا أكلنا، بمر أخذ آيس كريم من باسكن روبنز اللي في البيت اللي ما طلع معانا، كذا يروقون عليه بعدين.
بس كذا خليت الايس كريم ورايحة البيت بإذن الله، وخلص يومي معكم. أتمنى عجبكم الفلوج، حاولت أصور لكم فلوج كامل أعوضكم على الأيام اللي راحت، كنت أصور فيديوهات مرة قصيرة. لا تنسون بنات اللايك والاشتراك في القناة، سووا شير للمقطع، أشوفكم فيديو جديد إن شاء الله، مع السلامة.